فهذه الفرق. الفرق ان الحضارم يعني عنده مثلا ما فعله مثلا في الادب والفكر، ما فعله الادب والفكر في المهجر اللبناني او الشامي ترى اقل بكثير، ها يمكن حتى لو قلت لكم 1% لن تصدقون. اللبناني سوى صحيح رابطة قلمية، جريدة ما نجحت، نجحوا كأفراد بالذات الشعراء كأفراد وضع صيتهم. جماعة الحضارم سووا أكثر من 1000 جريدة في الصين، شوف بجيكم الصين، في الفلبين، في المنديناو، في كامبوتشيا، في بورما، في تايلاند، في سنغافورة، في الهند، في أريتريا، في كينيا. من نتكلم عنهم؟ من قال عنهم؟ يا الله بكثير جاء لما جاء هنا في راح القاهرة واشتهر. ففي أشياء لا تظهر، يعني إيش السبب إن هذه الأعمال الكبرى؟ على فكرة في من أبطال الإعلام في المنديناو في الفلبين أيام كانوا يحاربون الاستعمار الإسباني، واحد اسمه من بيت الكاف في 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 المنديناو كان كاتب يكتب الإسبانية بعد، لأن ذاك الوقت كانوا يتكلمون اللغة الإسبانية، كان استعمار إسباني استعمرهم مدة 300 سنة، وتركز حقيقة في 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 المنديناو، عشان كذا سموا المورو جبة المورو. ليش سموا جبة المورو اللي هم مسلمين؟ لأن الإسبان يسمون المسلمين مورو من أيام الأندلس، يجوا من المغرب من مورو فيسموا المسلمين مورو. لما راحوا الفلبين وشافوا ناس مسلمين سموهم أوه سووا مثل مورو هذيلك، فسموهم هذا جت جبة المورو أو تسمية المورو بسبب هذا. فالأخ الكاف واحد من أكبر المناظرين مع واحد اسمه زاكا الفلبيني اللي ناظروا فعلا وسجنوا في سبيل أنهم يحررون الفلبين من الاستعمار الأسباني. وين هذا؟ وين تسجل؟ أنا أقرأها في متحف في زامبوانغا سيتي في الفلبين وما ألقى أي أثر عن في المهجر اللبناني. ما ضاعت بالنسبة لهم مسألة الوطنية، مسألة الانتماء، مسألة ضاعت أمام المقصد الشخصي، أمام النجاح الشخصي، أمام الارتباطات الكبرى. حتى كذا شكلوا إمبراطوريات. وإذا ورجوعهم لبنان أو انتمائهم لبنان لما يجون عندنا هنا الضيعة ويقعدوا شوي بالضيعة، لكن ما عملوا شيء، ولا واحد منهم عمل شيء في لبنان. الحضارم بقوا حضارم من أكثر. الحضارم أيضا تداخلوا مع الناس، تداخلوا مع النسيج، عشان كذا يجون الحضارم من ماليزيا، ويجون الحضارم من اندونيسيا، ويجون الحضارم من الفلبين، وتغيرت اشباههم. انتم تعرفون الحضارم اللي جايه من الشرق الاقصى باشكالهم، ولا يعيبهم هذا ولا يغيرهم. شوف التقبل وشوف المرونه. ولكن ليش التجربه هذه مطموسه بالكامل؟ الاغرب الشرق الأقصى، يعني نعرف الحضارم فيه ونضطرين نتكلم فيه لأن عشان التغير الثيولوجي أو التغير الديني، لكن وجودهم بأفريقيا مبهم تماما، مبهم تماما. مع أن في عام 1801 في حضرمي من بيت بوازير ملك في كينيا ما يقال أن حوالي 50 ميل من الأراضي الزراعية والغابات، وكان أكبر صاحب أراضي في العالم. وين الأشياء هذه؟ ما وين يأتي التعتيم على الحضارم؟ هل هو تعتيم صحيح؟ هل هو مقصود؟ هل هو مش مقصود؟ أم لأن فقط أن لم أحد يكشف عن الغطاء؟ أو لأن في المهجر اللبناني كانوا أنجح في الإعلام وأنجح في إظهار النفس وأظهر في الإنجاز، بينما للأسف بستخدم الكلمة بينما خاب الحضارم وحنا وراهم في إظهار الإنجاز الحضرمي العظيم اللي صار. فعشان كذا لما كتبت الحضارم أساتذة الكبار وتكلمت عنه في كذا موقع تلفزيوني وإعلامي، صاروا الناس يتكلموني ويجون، طيب أين وبعدين؟ انتهت فقاعة وانتهت. الحضارم ذهبوا ونقلوا في قلوبهم أوطانهم معهم وغيروا العالم، أو غيروا العالم يروحون عليه. الهجرة اللبنانية هربوا من أوطانهم، هربوا من أوطانهم وتأقلموا مع الـ مع الـ مع البلدان اللي ذهبوا إليها. المدونات الوثائق اللي عند بيتسفورد في البريطاني محفوظة في أكبر بيت حضرمي من بيت بافيل، صح؟ أي بافيل العمودي، نعم.
في شارع العرب، استودع عليه بالكامل بالكامل بين الفرنسيين والألمان، مكاتب وزعت وبريطانيا، ما حد حرك شيء، ما حد تكلم ولا حد درينا. من أكبر الوثائق اللي تمثل الحقبة الحضرمية، ها مش يعني وثائق تخص بريطانيا ولا الحقبة الحضرمية. وفي شيء أقول لكم، البريطانيين فكروا في يوم من الأيام لما كانت سنغافورة، شوفوا رجعوا لها، لما كانت سنغافورة عبارة بس عن قرية أسماك، فكروا عشان يطورونها. لكن لما جو يبون يطورون سنغافورة كهب يعني كمركز تجاري، فكروا يجيبون العرب وبالذات العرب الحضارم، وكان توجه العرب الحضارم وتوجه العرب الحضارم كان بمباركة بريطانية. لأمر ما وقف هذا الشيء. كيف وقف وليش وقف؟ يعني هذا بقيت من الأسئلة المعلقة اللي ما عرفناها، ولازم الآن يخرج لأن عشان نعرف ليه الحضارم تفوقوا وليه الحضارم انحسروا. يعني حتى لما هاجروا الحضارم، ترى الحضارم هاجروا الحجاز قبل الدولة السعودية، قبل الدولة السعودية. والحضارم أيضا لهم مثل أيضا باخشب، يعني باخشب معروف أنه أيضا رفض بعض الحملات الملك عبد العزيز، فكانوا موجودين وكانوا أثرياء، كانوا أثرياء قبل شو اسمه، قبل الحقبة السعودية. بينما تجي الناس جاء الحضارم وكلونا، إي صحيح، وسبا أنتم، ما لا تقدر تضحكون أنتم، سبا أنتم. يعني ما حسجل إن ترى جماعة أنتم، إحنا جايين من زمان، مو بعجينا ولا عشان في فلوس عشان نفط، بالعكس آسف هجرتنا حنا النجد، طلعوا وراحوا الكويت وراحوا البحرين قريب، وراحوا وراحوا الزبير، بس يوم جت الفلوس رجعوا، هم اللي جت الفلوس رجعوا. الحضارم كانوا موجودين قبل وكانوا موجودين بكثرة وأنشأوا المدار. الغريب اللي كان يمول الحجاز في كل القرن التاسع عشر حتى عام 1924 ميلادي، وهذا موثق، نوعين من الجنسيات. أولا الهنود، المدارس اللي بنيت وخدمات الحرم وخدمات الطرق والتعليم وأول صناعة أولية لخدمة الماء زمزم، كل هنود، كل تجار الهنود. والشيخة حسينة واحدة من الكبار المحسنات الهنديات مشهورة كانت في، وكتب عنها ما كتب. وأيضا الحضارم، من يدري ومن يعلم، وليه ما ندري وليش ما نعلم، إيش السبب في التعتيم على الحضارم؟ إيش السبب أن الحضارم قبلوا بهالتواري؟ إيش السبب أن الحضارم قبلوا أن يكون حضرميا؟ ليش ما شفنا الأعمال اللي سووها أسر كبيرة؟ إحنا تكلمنا عن الشرق الأقصى، نتكلم إحنا عن المملكة، أسر كبيرة غيرت في البلاد فعلا. يعني ممكن الواحد حتى يبالغ، يمكن مبالغ، ويقول أن يعني من أكبر ركائز نجاح هذه الدولة كان وجود الحضرمي، بذكائهم، باتصالهم بالخارج، بعقليتهم التجارية المتقدمة، بتواصلهم مع الهند بالذات ومع أفريقيا. كانوا هم أول شارتر بالبحر، ما كان يعرف أحد شيء اسمه النقل البحري والتأمين البحري في عام 1928-27، كان الحضارم سادة فيه، واللي ذكرها السفير الأسباني وذكرها لمبي وكذا مجموعة من الناس. فهذه الأشياء لازم تحيا من جديد.